أخبار اليوم. النجم حمدي الجنايني النهارده تقول لنا ايه وانت مشارك في رساله حب وسلام النهارده من شمال سيناء، بتوجه وتقول لنا ايه؟ اولا بقدم عزائي في شهدائنا الثلاثه اللي سقطوا شهداء من حوالي ساعه على نفس الطريق اللي احنا جينا منه معاكي. الطريق ده هو اللي ضرب فيه الثلاث مستشارين. بقدم عزائي لكل اهالي سيناء والشعب مصر، بس عايز اقول لهم انه اللي احنا جايين عشانه والطريق اللي جينا منه واتضربت فيه العربيه النهارده هنرجع منه برضه، والحفل اقام واحتفلنا مع الناس وهنروح نعزي دلوقتي قبل ما نمشي، والعجله مستمره. مصر مش هتقف، ده اللي انا عايز اقوله لهم، ان مصر مش هتقف خلاص. مصر منطلقه الى الامام بكل عزمها وبكل شبابها وبكل نسائها وبكل رجالها، باذن الله ما فيش حاجه هتوقفهم. يمكن يا استاذ حمدي الاحداث اللي زي كده بتدينا الدافع والقوه ان احنا نتصدى ويبقى عندنا عزيمه وقوه اراده. طبعا طبعا، وانا في اخر عمل عملته كنت بطالب فيه باقامه الحد على اي ارهابي. انا بطالب باقامه الحد عليهم، ما خلاص الامور مش محتمله اكتر من كده. كل من يحمل السلاح ضد المواطن المصري او رجل الشرطه او رجل الجيش يقام عليه الحد فورا. ده أبسط ما يطلب. يعني رسالة حضرتك بتوجهها النهاردة لقوات الأمن للشرطة وللجيش؟ أنا بقول لهم يعني تحية إعزاز وتقدير على الرجولة وعلى الجدعنة وعلى الشهامة المصرية اللي مش هتخلص لأنها في دمهم، وتحية للرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي اللي خدنا لحتة تانية خالص. مصر في حتة تانية خالص، بس الناس لسه مش شايفة ده. الناس فاهمة انه لما يقول مشروع قناة السويس يبقى بكرة هتخش فلوس، لا، الدنيا اتبنت في 6 أيام. فصبرا على الرجل، مصر في حتة تانية خالص عن 2013 و2014. وبقدم عزائي مرة أخرى.